مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من كل يوم. مؤتمر الشباب عندي ثلاث ملاحظات. يعني طبعا ناس كتير اتفرجت على المؤتمر وسمعوا الكلام بتاع سياده الرئيس. عندي ثلاث ملاحظات. ملاحظه اولى ودي اللي انا حقيقي واقف عندها، ان الرئيس النهارده عمل حاجه عجبتني جدا، انه كرم الناس اللي بتشتغل معاه. يعني ايه؟ يعني في ناس ممكن وهي بتشتغل تواجه صعوبات وممكن يبقى عليها هجوم، بس الرئيس النهارده كان بيقول المجتمع المصري انا ما بتعاملش مع الناس في على وزير اسكان لانه كمدير، ده شيء جيد جدا ان انت كمدير انه لما تحس انه الناس اللي بتشتغل معاك عليها ضغط حتى تبص لوجه وزير الاسكان شعر بالانصاف، يعني شعر ان في حد بيقول له لانه ما حدش فينا قال له معلش. وزير الاسكان ده يعني رغم انه الانجازات اللي عملها هذا الوزير عبقريه بصراحه، يعني ويعمل ويكد ويتعب، وانا شايف انه من احسن الناس اللي كسبناهم، لان انت بلد لا تفرغ وزراء جدد لاسباب انه في ناس مش عايزه تبقى وزراء. يعني الرئيس النهارده اتكلم ان احنا في ناس كنت بتحايل عليها ان هم يجوا وزراء، محدش عايز يجي يشيل الكلام ده، او لانه مفيش تفريخ لكفاءات كثير، الاسباب بقى مختلفه ليها علاقه باشياء كثير. عايزين نشوف الجزء اللي الرئيس بيساند فيه الوزراء بتوعه وارجع اقول لكم على ملاحظتي الثانيه. فاكر التجمع غرق وانت زعلان؟ اول ما قالوا التجمع غرق الدكتور مصطفى مدبولي بكلمه لقيته ايه زعلان. ما انا عارف ان الموضوع او المواضيع في حاجتين انا بقوله لكم برضو بالمناسبه، ما تزعلش اتفضل استريح. في طبعا اوعوا تاكلوا الرجاله اللي بتشتغل معاكم لو كانوا ناس كويسه عيب، ويبقى الطرديه على قدام الناس كلها. يعني مش معقول انا لما اخذ هالك 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 ايه ده، انا يعني ده الناس خلصت الناس خلصت. فارجع تاني بس للنقطه ديت، يعني احنا عندنا في التعامل مع الازمات اللي زي كده حاجتين انتبهوا ليهم. انا بحس ان الناس ملتاعه مفزوعه على طول، جالها حاله بانيك وايه اللي حصل وايه التجمع غرق والناس يا جماعه. ده الكلام ده حصل في استراليا وشفتوه في التلفزيون، وحصل في تركيا وشفتوه في التلفزيون، وحصل في الاردن وشفتوه في التلفزيون، وفي كل حته يعني. فيعني ده الظروف حتى استثنائي، وحتى لو كانت البنيه الاساسيه اللي موجوده هناك كانت فيها قصور، وانا بعترف ان فيها قصور مش هي بس. طيب يا جماعه ما حدش بيع رجالته على فكره، عنده قدره على انه يحط الكلمات بالتعبير المصري اللي احنا بنفهمه. هو بيقول الرساله دي النهارده على فكره، نفس الرساله طبعا من الناس اللي شايله جامد، وكنت بتكلم عنه امبارح. وزير النقل اشار ليه برضو، قال له هو ايه حكايه سامحوني دي؟ سامحك على ايه؟ ما انت احنا وشرح الرئيس موضوع المترو بالكامل، والموقف من المترو والاسعار واحنا الخط الاول واحنا محتاجين عليه 30 مليار وكل هذه الاشياء. انا عايز اوريكم بس الجزء اللي بيتكلم فيه على وزير الكهرباء، الجزء اللي بيتكلم فيه على وزير التربيه والتعليم، الجزء اللي بيتكلم فيه على وزير النقل. هو يساند الناس اللي بتشتغل معاه. انا مش عايز يعني عايز استخدم دايما التعبير الناس اللي بتشتغل معاه، زملائه في هذا الفريق، لان هو مسؤول عن هنا، ده شغل المدير. انا كمدير انا مسؤول عن الناس ديت، الا اذا حد مقصر بقى خلاص انا دوري بقى كمدير في اللحظه ديت ان انا اغيره واجيب دم جديد وناس تشتغل. انما طول ما هو بيؤدي، طول ما هو بيديني الشغل اللي انا عايزه، لو جه في لحظه وقع مني او تعب، ما انا كمان يعني عندي برضو يعني امكانيات بقى بشتغل فيها كوزير، ما انا كمان مش قاعد. يعني الرئيس بيقول لك ايه، احنا نصرف تريليون، لا احنا نصرف 30 تريليون،
والرئيس النهارده بيقول احنا عايزين 30 بير بترول علشان يبقى عندنا وزاره سعاده. ما هو الناس يقولوا ايه؟ وين بقى عايزين وزاره سعاده يا رئيس؟ قال لهم وزاره سعاده؟ يعني مش طب مش لما نخلق يعني احنا عايزين في جرمه، في اكل، في شرب، في موظفين. اتكلم النهارده عن الموظفين وعلى القطاع العام والناس اللي يعني الحكومه ملتزمه بيهم. دي رساله النهارده الرئيس ده. خلينا نشوف بقيه الوزراء والبتاع. انا حابب بس طبعا حضرتك شفت كل الكلام، انا بحب بس يعني اشيد لايت يعني انير اجزاء معينه حضرتك تبص عليها. نشوف الناس بتعمل، الدول الكبيره اللي عندها اقتصاديات قدنا 100 مره و1000 مره بيعملوا ايه عشان ياخدوا وياخدوا موارد وياخدوا يعني يستفيدوا من امكانياتهم. فانا في مصر ما عندناش طرف ان احنا ناجل ونضيع وقت، والوقت تحدي، او ان احنا ما ناخدش القرار. لو ما خدناش القرار يبقى انا قصرت في حقكم جميعا، لان مش قرار حكومه، لا ده قرار دوله. واحنا هو كان مفاجئ لكم؟ لا بقى ما كانش يقدر. لا مش ده من سعد الجيوشي من ايام ما كان وزير نقل، وهاني ضاحي اللي بعد منه يقول لك عايزين نعلي ونرفع الاسعار وهنعلي ونرفع، يعني كلام مش جديد. ثم بعد منه الدكتور جلال السعيد، بعدين بقى جت خبطت في ال ويطلع في التلفزيون يقول لك سامحوني سامحوني يا دكتور، يقول لك سامحوني سامحوني يا دكتور، هو في خيار تاني؟ لا، البلاد ما بتقومش غير بالقرارات الصعبه. احنا مش جايين نقعد يومين معاكم نضيعكم ونمشي، لا والله احنا بنحاول بفضل الله سبحانه وتعالى ناخد الاجراء اللي كده. وبالمناسبه بقى اوعى حد يزعل من اللي هقوله، لو ما خدتش القرارات دي محدش تاني هياخدها. انا بقول لكم كده محدش هياخدها. يخش في تحدي والناس تطلع تزعق له وتقول له ارحل ولا حاجه، لكن لو انت قلت له ارحل هقول لك السلام عليكم. مفيش حاجه، يا البلد تبقى بلد ونقوم ونوقف على رجلينا مظبوط. وده امر مش بسيط، ده امر محتاج كلنا نبقى فاهمين احنا مين وظروفنا ايه ومحتاجين نعمل ايه ونستحمل اللي هنعمله. ده خطه اتعملت بقالها النهارده 4 سنين في القطاعات كلها، في القطاعات كلها، القطاعات كلها. الكهرباء والميه والصرف الصحي، مفيش خيار تاني. طب انا هقول لكم على حاجه، بدل ما اتكلمت على الكهرباء بقى، دكتور شاكر، دكتور شاكر اللي انتوا شايفينه لطيف ده وبيبقى بسيط، ده معذبنا. والله كده معذبنا، وزير الماليه ودوله الرئيس متعذبين معاه في الحساب. والله صحيح. انا بكلم لكم جد وبنقل لكم ده عشان تعيشوا معانا، تبقوا معانا يعني تبقوا. دكتور شاكر ما كانتش على قد المحطات اللي هي تم رفع الانتاج تقريبا 100% يا دكتور؟ لا لا اللي اتضافوا. طيب دول يساوي تقريبا 100%؟ ايوه. انا بس عايز اقول، عارفين يعني ايه 100% في سنتين ونص؟ عارفين يعني ايه؟ طيب بقول له يا دكتور فاضل لك ايه تاني؟ بل بالمناسبه ده جه سلف ولا ايه؟ سلف مش كده؟ طيب عملناها عشان انتوا يبقى في فرصه، مش ان انتوا بس الطلب الكهرباء يعني للمسائل المنزليه، لا احنا بنتكلم حتى للصناعه. ما كانش ممكن حد يجي يشتغل معانا او يشتغل يعني يعمل استثمارات وعندنا. اتفضل يا فندم اتفضل. الدكتور شاكر راجل عظيم فاضل، راجل عظيم فاضل. طيب يا دكتور عايز ايه تاني؟ قال لي انا عايز اعمل الشبكه وعايز اعمل محطات التحكم، مش كده يا دكتور؟ طب عايز كام؟ قال لي انا عايز 45 مليار، مش كده؟ طيب انا بقول لكم كده ليه؟ لان اوعى تقول لي انا ماليش دعوه، اوعى تداري وشك، اوعى انا بحكي لك الحكايه دي تروح ايه تعمل لي كده. لا لا لا، ما ده دي بتاعتنا كلنا، وهتبقى بلدنا الحلوه كلنا، وهنتشرف بيها كلنا، او لا قدر الله حاجه تانية. فعشان نقدر النهارده
الحجم الانتاج اللي طلع يستفيد بيه كل الناس في مصر بشكل عادل. اذا كنت بتتكلموا على العداله الاجتماعيه، لا ما بيستفادش بيه دلوقتي بشكل عادل. في منتج موجود، في كهرباء موجوده بزياده ممكن، لكن هذه الكهرباء لا تصل بشكل جيد طبقا للمعايير العالميه لغايه ما شبكه الكهرباء بتاعتنا تخلص، لغايه لما محطات التحكم بتاعتنا تخلص، مش كده؟ الدكتور شاكر كان بيقول لي ان احنا اديني اخر 2019 اخلص. قلت له ابدا، اخر انا بتكلم بجد، اخر 2018 شبكات النقل الكهرباء كم مره؟ من 2000 ل 6، مش كده يا فندم؟ مش كده؟ عشان يعني الشبكات دي اللي هي الابراج اللي بتشوفوها دي، الدكتور شاكر عشان يخلي اللي يخلينا طبقا للمعايير العالمية في شبكات النقل، أنا مش بتكلم على حاجة تانية، مش بتكلم في إنتاج، أنا بتكلم في نقل الإنتاج، عايزين نوصل من 2300 ل 6100. طيب فالمهم يعني، طب ده بكام؟ ده بمليارات كتير قوي، بمليارات كتير قوي. نرجع بقى، طب وشبكات التحكم؟ عشان أو محطات التحكم، أنا آسف، اللي موجودة والمحولات بتاعت دي كلها، عشان المواطن اللي بيجيله الكهرباء دون المستوى مش هتتصلح بالإنتاج، هتتصلح باللي احنا بنتكلم عليه ده. طب ده محتاج 40-50 مليار جنيه. طب ازاي؟ كل ما الدول بتتقدم تكلفة التقدم بتزيد على الدول. يعني ايه تكلفة التقدم بتزيد على الدول؟ يعني مستلزمات المستشفيات من 50 سنة، لو كان عندك مستشفى فيها 100 سرير ولا 200 سرير لها قيمة، ودلوقتي بعد 50 سنة لها قيمة تانية. كان قبل كده جهاز أشعة واحد، دلوقتي بقى في أنواع. وبالتالي عشان إحنا نبقى دولة بنقدم خدمات حقيقية لأهلنا، لا أنت بتتكلم في أموال هتجاب إزاي؟ هتجاب إزاي؟ اتفضل يا دكتور شاكر. فالوقت المتاح ده تحدي انا بعتبره. احنا اتكلمنا على الاستثمار، احنا قلنا واحنا بنتكلم كده مش معقول اذا كنا احنا عايزين نصدر ما نكفيش ما امكن الطلب المحلي، مش معقول. طيب واضح جدا الرساله للشعب وللمسؤولين اللي بيشتغلوا معاه، مش بس في الوزاره، في كل مكان. أنا ما ببيعش رجالتي، أنا مش رجالتي دي حاجة يعني عيب، لا، التيم اللي بيشتغل معايا، الناس بيشتغل معايا، وأنا مسؤول، وأنا طالع أهو قدام العالم، يعني واقف وزير إسكان بيبص له كده بيقول له يا فندم، لا لا يا مصطفى، أنا معاك، أنا بسندك، أنا ما أجيش في لحظة في صورة جايز شكلها مش حلو أطلع أنا منها، عشان كان زمان كده هو يتصور لوحده جنب المية، أنا ما أتصورش معاك، أنا ما أطلعش معاك في الصورة ديت، لا أنا معاك واطلع معاك في الصوره ديت وما عنديش مشكله، وانا متحمل معاك المسؤوليه. انت راجل كويس، وانت وزير نقل انت راجل كويس، انا شايف وزير، وفعلا الرئيس نقل وزراء اللي الناس عارفه ومتاكده ان هي جيده. يعني الوزراء اللي هو كان بيتكلم عنهم النهارده الاربعه خمسه دول، هو يتكلم عن وزراء جيدين. يعني ده حتى في الـ في الـ في الـ في الـ في الاطار المرجع المصري، دول من الوزراء الجيدين. يعني بتتكلم على وزير كهرباء يقول لك طبعا، بتتكلم على وزير اسكان مليون شقه مش عارف ايه، الاسكان الاجتماعي البتاع المجاري كل كام. اما تتكلم على الناس ديت، الناس دي كلها عامله اشياء جيده. النقطه الثانيه، ودي برضو يعني استنتاج من كل اللي تسمعه، اللي هو الجلسه بتاعه الصبح اللي كان فيها كلام الرئيس، وبالليل في الأسئلة اسأل الرئيس. وعلى فكرة الرئيس النهاردة كرر كذا مرة إن هو بيعتبر إن مؤتمر الشباب ده فرصة ليه، وأنا شايف إن دي فرصة جيدة جدا، إن هو في رؤساء كتير بيشوفوا صيغة ما إن هو يعرف يتواصل مع الناس، يعني ناس عايزة تسأل أسئلة بشكل مباشر وعايز يتجاوب عليه. يعني بوتين بيعمل الكلام ده بطريقة، ترامب بيعمل الكلام ده بطريقة، كل مجتمع فيه رئيس فالرئيس شايف ان مؤتمرات الشباب دي ممكن تكون وسيلة هو يقدر يعمل منها التواصل ده. نقطة تانية، ودي هتخليك تعرف ايه اللي هيحصل السنة الجاية، ان الرئيس لن يتراجع.
لا تراجع ولا استسلام. أن الرئيس كررها بشكل واضح في الأسئلة وفي الأول. الإصلاح الاقتصادي، عارف زي ما يبقى فيه دكتور تكلمه خد الدواء، يا دكتور طعمه مر هتاخد الدواء، يا دكتور بيضايقني هتاخد الدواء، يا دكتور بيجيب لي دوخة هتاخد الدواء. الرئيس عبد الفتاح السيسي ما عندوش غير كلمة واحدة، الإصلاح الاقتصادي. لن يتراجع ولن يؤجل مهما كان الثمن. ثمن أول شعبيته، واتكلم في موضوع ده النهارده. موضوع يعني هو بالنسبة له فاهم كويس انه لن يكون يعني دايما محبوب، انه هو مش الرئيس اللي بيدي العلاوة في عيد العمال. مش انا اللي هعمل حاجة للأجيال القادمة. وقال للناس سنتين وهتشوفوا الدنيا هتبقى حلوة وجميلة، انه كل الاشياء اللي احنا عملناها تبتدي فعلا تنور، والارقام بتقول كده. يعني حضراتكم شفتوا الاسبوع اللي فات لما كان عندنا الراجل بتاع صندوق النقد وكل الارقام اللي طالعه. النهارده الراجل بيتكلم على رقم في البطاله، اتحدث عن نزول لغايه 10 وحاجه من 13، يعني نزول ضخم. يعني من 8 9 سنين ما نزلش معدل البطاله بالشكل ده. ارقامه مش اللي هو بيقولها، مش اللي هو بيقولها، مش التي تدعيها الحكومة المصرية، لا، التي تتحدث عنها كل الهيئات الدولية. فهو بيقول لكم أنا آسف، أي حد معول على إن أنا هتراجع، بقى موجودة، الغاز موجود، بترول بيطلع، التعليم هيتحسن، الصحة هيبتدي التأمين الصحي الأسبوع الجاي، يعني خلاص أسابيع قليلة، استقرار في السلع. الناس والرئيس قال طبعا الناس طبعا متضايقه، الناس تعبانه وكل حاجه، وده مفهوم، ولكن ده تمن ندفعه علشان. والرئيس حتى اتكلم يعني استخدم كلمه نتعذب شويه. فده الموضوع الثاني اللي انا النهارده استشفيته من كلام الرئيس بشكل واضح جدا. النهارده ايضا وحوري حضراتكم الجزء ده، يمكن دي اخر فقره في اخر سؤال الرئيس اتكلم عنه، وهذا الامر انا يعني مهتم بيه شخصيا. يعني عندما تحدث الرئيس عن الحياه السياسيه، والرئيس كان صريح جدا ومباشر وواضح. خلينا بس لو نجهز الحته ديت ونسمعها للناس، اخر سؤال اللي هو بيتكلم فيه عن الأحزاب ودور الأحزاب والحياة السياسية ممكن تبقى عاملة زي، يعني أولويات العمل بتاعت الرئيس بقت واضحة، إنه يعني بيجهز حياة سياسية، إنه مهتم جدا بالمحليات وانتخابات المحليات، إنه مهتم جدا بالإصلاح الاقتصادي إنه يكمل زي ما هو، يعني أولويات، إنه مهتم إنه كل المشروعات اللي اتعملت في الفترة الأخيرة دي تبتدي تؤتي ثمرة. يعني الرجل اليوم بيقول لكم الاربع سنين الجايه، لانه لسه حتى طبعا لسه ما يعني ما حلفش اليمين، الفتره القادمه هيكون فيها ايه، هي يعني اولويات واضحه، برنامجه واضح، هيعمل ايه، هيسوي ايه كل الحاجات اللي هتحصل. تحدث اليوم عن احلام لا علاقه بمدن. مهاتير محمد عنده 90 سنه، جابوه تاني بعد 20 سنه. الرسالة واضحة من الرئيس النهاردة في موضوع الحياة السياسية، وواضح جدا ان هو بيقول ان انا مش هبقى رئيس حزب، يعني واضح جدا ان هو بيقول يا جماعة، يعني برضو بشكل مهذب، يا ناس يا 102 حزب ولا يا 103 حزب، كل هذا الزحام لا احد، كل هذا الزحام لا احد. يعني انه لازم يبقى في حياة سياسية في مصر، ويجب انه تتحرك هذه الاحزاب بالاندماج يعني انا برضو مش قادر افهم، كل شويه اسمع ايه انه في حزب جديد هيطلع، جديد تاني، طب ما تشغلوا اللي موجودين او ادمجوا الموجودين، ايه الحزب الجديد اللي يطلع؟ يعني الناس اللي موجوده دي تندمج، اكيد بينها كثير من ما هو الاندماج ده بيبقى ايه، عناصر اتفاق مشترك، فالناس دي كلها تندمج في حزب له قواعد على الارض، له قواعد على الأرض. على فكرة يا جماعة، الفترة اللي جاية دي فيها مطالبات سياسية كثيرة، ولازم يبقى في كيان يقدر يشيل الكلام ده. يعني الدولة مش هتفضل حكومة بس، مش هتفضل حكومة بس. يعني الرئيس النهاردة الصبح هو بيتكلم عن السياسي،
بيقول لك مش اللي هو هيطلع يعارض مش هو ده السياسي. احنا عايزين حد يطلع يشارك معانا كمان. يعني هي مش فكره بس ان انا اعترض ومش عاجبني. طب كويس جميل، ايه بقى شايف ايه؟ نعمل ايه؟ ايه الافكار؟ ايه الخطه؟ يعني انا اتحدى لو حد يعرف خطه اي حزب في مصر للنهضه او للرقي او للتطور او للتعليم او للقضاء على الارهاب. تقديري يعني انه بعد كلامه ده النهارده احنا هنشوفه الفتره الجايه ناس كتير بتتحرك في الاتجاه ده، فيبتدي يبقى فيه احزاب. لانه خلاص انت بعد استقرارك وبعد وقوفك على رجليك وبعد ما وضبت علاقاتك الدوليه وبعد ما قضيت تقريبا على الارهاب وبعد ما ابتدى الارقام بتاعتك تتحسن، ان الاوان بقى في اولوياتك ايه يا جماعه؟ اخبار الحياه السياسيه ايه؟ اخبار الديمقراطيه ايه؟ النهارده الرئيس اصدر عفو رئاسي عن 330 شاب من الموجودين في السجون اللي هم خدوا احكام نهائيه، وده برضو شيء جيد وشيء جميل. والرئيس النهاردة قال يتسحروا في بيوتهم، وتقريبا إن شاء الله يتسحروا في بيوتهم، لأنه يعني الرئيس كان يقصد ما يقول يعني طلب من وزير الداخلية إنه ده يحدث 330 شاب. بتفرق، بتفرق كتير. يعني دي حاجات ليها علاقة بإنه المجتمع يقدر يداوي نفسه بنفسه، يداوي نفسه بنفسه انه الشباب دول وبتاع، وكانت مرحله فيها احتكاك وفيها غضب وفيها 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 محدش كان شايف حاجه، محدش كان شايف الحقيقه صح. انما الان احنا بنقول لك مساء الخير، مصر بتصبح عليك، بيتك وحياتك واسرتك، وبتدي حياتك الجديده والبلد محتاجاك. مسألة مهمة جدا. انتوا طبعا مشاعر محدش يمكن يحس بيها قد اللي النهاردة هيفتح الباب كده ويلقى أبوه موجود، أخوه موجود، ابنه موجود، مشاعر جميلة يعني. هي دي الحياة، ما دي الحياة السياسية، هي دي حياتك السياسية. فالنهاردة طبعا هذا أمر يعني هام أيضا، ويجب أن نتوقف أمامه، ومن بعدها إفراجات أخرى كثيرة إن شاء الله. يعني كل الشباب اللي هم يعني قضايا رأي وقضايا تظاهر وكل ده ممكن نقدر نحن نشتغل عليه، وبصراحة في لجان شغالة على هذا الأمر بشكل جيد. أمر آخر، معلش النهاردة هيكون عندنا حلقة قصيرة لأنه هتبتدي مسلسلاتنا قبل الساعة 12 أو الساعة 12 بالضبط، مسلسلاتنا الجديدة كلها هتبتدي. فالنهاردة مش يعني ما عندناش وقت كتير، بس عندي حاجات مهمة كتير عايز أقول لحضراتكم. النهاردة الرئيس جاله سؤال طبعا عن سد النهضة، والرئيس أكد موقف مصر الواضح يعني الأساسي في هذه المسألة. على بس ما يطلعوا لحضراتكم الجزء اللي الرئيس اتكلم فيه عن سد النهضة، أقول لحضراتكم إيه اللي حصل. اللي حصل ليه تعبير إنجليزي، معلش يعني جايز ملوش تعبير مصري، بريك ثرو، انفراجة يمكن أحسن تعبير. اللي حصل في الاجتماع امبارح في أديس أبابا 14 ساعة حدثت انفراجة. مش عايز أقول إن القضية اتحلت خلاص، وأنا سعيد إنه من الحاجات اللي قدرنا نعملها في البرنامج ده إن حضراتكم راكبين العربية بتاعة المفاوضات دي. انفراجة، الاجتماع نجح لأنه المسألة كانت ضلمت قوي قوي، يعني كانت وصلت لعتمة يعني. فالاجتماع اللي حصل امبارح التساعي، رئيس جهاز المخابرات المصري اللي هو عباس كامل، وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الري، وتلاتة يعني زيهم من السودان، وتلاتة زيهم من اثيوبيا، كل الناس بتكتب الاجريمنت، اجري الموافقة على الاتفاق على ملء السد هيكون عامل ازاي، كلها ايجابية. كان الاجتماع اتسم بالشفافية وروح الاخوة، كلها اخبار فيها ايجابية شديدة جدا. يعني المسألة اتحركت، سنواصل عمل معا بروح الاخوة لتعزيز الثقة والتفاهم بلداننا وشعوبنا الثلاثة. الدنيا بتتحرك بشكل سريع وجيد، وادي الصورة ايه، انفراجة هامة جدا جدا جدا. هذا الأمر لو أنت بتحطه في الأولويات
أنت تتحدث عن واحدة من أولويات ثلاثة في مصر، إن أنت تشوف فيه بعد الماراثون الطويل ده، وطبعا اتفاقات انه هيبقى في اجتماعات كل نصف عام وكل عام، وكلام على ان هم هيقعدوا، هم كمان ابتدوا يقبلوا اشياء في التقرير الاستهلالي بتاع اللجنه الفنيه، في اشياء كمان تم التحدث فيها عن العلاقات الاقتصاديه وعن التعاون. هو شيء بصراحه ايجابي جدا، والوثيقة تم يعني بناء على توجيهات رؤساء كل من مصر وأثيوبيا والسودان، عقد اجتماع التساعي الثاني، معلش لازم أقرأ لحضراتكم، على مستوى الوزراء الخارجية والرأي ورؤساء المخابرات بالدول الثلاث في أديس أبابا بأثيوبيا يوم 15 مايو 2018. أكد الوزراء التزام الدول الثلاثة باتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة والموقع في الخرطوم في مارس 2015 من أجل تحقيق الهدف والغرض منه، حيث تم الاتفاق على ما يلي: دورية انعقاد القمة الثلاثية لكل من مصر وأثيوبيا والسودان، إنشاء صندوق للبنية التحتية بين الدول الثلاثة، مشروع التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، سوف يقوم الرئيس الحالي للجنة الفنية الثلاثية بصورة استثنائية خروجا على أسلوب عمل اللجنة وقواعد عملها بموافقة المكتب الاستشاري بتجميع لكافة الاستفسارات والملاحظات الخاصة بالتقرير الاستهلالي والتي لم تحظى بالتوافق داخل اللجنة الفنية الثلاثية على ألا تمثل تلك الرسالة أي توجيه المكتب الاستشاري، وستكون بمثابة وسيلة للحصول على رد من جانب المكتب. سوف يقوم مكتب الاستشاري بالرد كتابة خلال 3 أسابيع على الاستفسارات والملاحظات المشار إليها، إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة. ستعقد المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة 9 اجتماعات، بحيث يعقد كل اجتماع على مدار 3 أيام بالتناوب بين الدول الثلاثة طبقا للجدول الاسترشادي المرفق، وسوف تقوم المجموعة المستقلة بتقديم مخرجات مناقشتها خلال 3 أشهر بحد أقصى 15 أغسطس 2018. تم التوقيع في أديس أبابا يوم 15 مايو 2018. بريك ثرو، انفراجة. طبعا المشوار برضو عشان ايه ما بقاش يعني بعمل لكم بدن الهوى دوكو ابيض لكيه، دي بداية لطريق جيد. ايه اللي هيحصل؟ انت كل حاجة انت حاطط، والرئيس النهاردة قال نحطين حقنا ومصلحتنا نمرة واحد، تيجي تقلب هنقف. ناس كتير كانت متخيلة ان مصر ممكن ايه تبقى عايزة تخلص، لا احنا مش عايزين نخلص، احنا عايزين نخلص، مش عايزين نخلص، احنا عايزين نخلص، ناخد حقنا صح، حقنا اللي موجود في الاتفاقيات الدولية. فطبعا شيء خبر مهم جدا. امبارح كان ماراثون طويل، الناس اللي حضرت الاجتماع قالت انه كان اجتماع صعب جدا، ولكن ابتدى يبقى فيه خارطة الطريق، اتفاق هنمشي ازاي. هل هتمشي بشكل جيد؟ وارد جدا، انما وارد طبعا ان تظهر عقبات في الطريق، ده مساله، وهو اي تفاوض كده. بعدين على فكره احنا ما بنتفاوضش على حاجه بسيطه، احنا بنتفاوض على الميه، نتفاوض على المياه. ووسط ده اعود واذكركم، عشان دايما تبقوا فاكرين ان انا بذكركم بهذا الموضوع، خلوا بالكم من الميه، خلوا بالكم من كل نقطه ميه. معانا اجابه الرئيس اظن جاهزه دلوقتي عن سد النهضة، وارجع لحضراتكم تاني. لا، في نبرة تفاؤل، في احساس ان الامور بتسير او بتتحرك، لانه كان جه وقت كنا في عنق الزجاجة فعلا. معنا سيادة المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ عمرو، مساء الخير. الحمد لله على السلامة، واضح انها كانت يعني مفاوضات شاقة ومضنية، يعني وقت طويل. الله يسلمك، الله يسلمك. هي مفاوضات طويلة، وطبعا الموضوع محل البحث، موضوع فيه الكثير من التفاصيل والجوانب الفنية والجوانب السياسية اللي تجعل في النهاية 9 وزراء من 3 دول يجلسوا سويا لأكثر من 14 ساعة و 15 ساعة لتناول كافة هذه الجوانب. إيه اللي هيحصل الأيام الجاية يا فندم بشكل مبسط عشان الناس تفهم إحنا وقفنا فين؟ وهنكمل ازاي؟ بشكل بسيط جدا، أهمية الاجتماع الأخير في أديس أبابا أمس هو أنه وضع خارطة طريق واضحة من حيث المهام المطلوب تنفيذها والإطار الزمني لتنفيذ هذه المهام، حتى يعني الاجتماع القادم في
في شهر يونيو ان شاء الله. يعني او المفروض انه تم الاتفاق على التجاوز او كيفيه المضي قدما في تجاوز العقبه الخاصه بالتقرير الاستهلالي الخاص بالمكتب الاستشاري. تم الاتفاق على انه توضع جميع الاسئله من جميع الدول وتقدم الى المكتب الاستشاري على ان يرد عليها المكتب خلال او الاستشاري خلال 3 أسابيع. بعد ان يرد عليها بتجتمع الدول مره اخرى الثلاثه سواء في الاطار الفني او في الاطار التساعي لتقييم هذا الرد. اهميه ده انه حينما نصل الى اتفاق في النهايه حول التقرير الاستهلالي وهذا ما تامل فيه مصر ان يتم اطلاقه وبالتالي تصبح الدراسات محل البحث التي ننتظرها جميعا على مسارها الطبيعي. النقطه الثانيه وهي المهمه هي انه الاطار السياسي تم توضيح الاطار السياسي ووضعه في شكل واضح للجميع انه القمم الثلاثيه يجب ان تكون نحافظ عليها للحفاظ على زخم العلاقه السياسيه بين الدول الثلاث، نحافظ على دورياتها، فتم الاتفاق على ان تعقد القمه الثلاثيه مرتين كل عام. النقطه الثالثه هي الصندوق الاستثماري الخاص بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية ومشروعات التعاون بين الدول الثلاث اللي اتفق عليه القادة. دعت مصر إلى أول اجتماع لكبار المسؤولين لتدشين هذا الصندوق ووضع إطاره المؤسسي. سوف يكون هذا الاجتماع في القاهرة إن شاء الله في 3 و4 يوليو، وبالتالي نكون قد وضعنا هذا سيادة المستشار موضوع التنفيذ. التقارير الأجنبية بتتحدث عن الكلام على كيفية ملء السد، هل في أي أخبار عن هذا الموضوع؟ يعني هل تحدثتوا في هذا الأمر؟ لأنه موضوع المياه هو الموضوع الأساسي بقى في النهاية يعني. هي النقطة الرابعة اللي كنت هاجي أوصل فيها لحضرتك، وهي بتتناول موضوع الملء والتشغيل من زاوية أخرى، وهي تشكيل لجنة فنية أو لجنة مستقلة، لجنة خبراء مستقلة، لجنة علمية من 15 شخص، 5 من كل دولة. هذه اللجنة سوف تجلس لتناقش كيفية دعم المسار الفني الرسمي، وهي لجنة مستقلة دعمه من خلال الدخول في نقاش حول السد، سواء الملء أو التشغيل أو القواعد التي ستحكم هذا الموضوع. كيف نتناول هذه المسائل في إطار فني هادئ مستقل كي نرى ماذا سيؤدي إليه في النهاية، وكيف يمكن أن يدعم المسار الفني الرسمي. يبقى إذن إحنا وضعنا خريطة طريق واضحة بإطار زمني واضح. هذه اللجنة سوف تعمل لمدة 3 أشهر ثم تقدم تقريرها أيضا فيما وصلت إليه وكيف يمكن أن يدعم هذا المسار المستقل المسار الرسمي الآخر. سيادة المستشار أحمد أبو زيد متحدث باسم وزارة الخارجية، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. طيب أنا عندي موضوع في دقيقتين بس عايز أقول لحضراتكم. الأيام اللي فاتت ديت كان عندي اجتماعات برضو مطولة بس مش زي بتاعة سد النهضة مع إدارة قنوات أون، وكلام يعني أن أنا أستمر في تقديم البرنامج وأن أنا أستمر في القنوات، واقتنعت أنا باقي في قنوات أون مش ماشي. الناس كلها في الاستوديو بتضحك. مهم أنا باقي في قنوات أون مش ماشي، وإن شاء الله بعد الأجازة نرجع في شهر 9 نشتغل. المؤثر على القرار ده كان أمرين. الأمر الأول بصراحة وده يعني يجب أن أنا يعني أعترف به، الناس يعني كرمتني زيادة عن اللزوم أكتر مما استحق، وبنقابلهم وبنشوف على السوشيال ميديا وبتاع، يعني ناس كان ليها موقف جيد ويبدو ان هم لسه عايزين نقعد شوية يعني. فهذا امر هام يعني، ده الامر الاول اللي اثر جدا فيا واثر في قراري، وفعلا كان ليه تأثير ان انا اقرر ان انا اكمل في قنوات اون. الامر الاخر قنوات اون نفسها،
بعتبر نفسي وبعتبر كل زملائي اللي معايا كان ليهم دور ولو صغير انه القنوات دي تكون ناجحه، وانا حريص انها تفضل ناجحه وتفضل بشكل جيد ومنير ومحترم. ولذلك انا مستمر وباقي في قنوات اون علشان القناه تفضل جيده وعشان الناس تبقى مبسوطه. انا بشكركم شكرا جزيلا، وانا اسف على ازعاجكم بهذا الامر. انا لسه قاعد شويه، ابقوا معنا.